في إطار مسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عقدت على مدى اليومين الماضيين مرحلة تقييم المقترحات المتأهلة والمتضمنة 40 فكرة، حيث تم عرضها على 4 لجان من ذوي الشأن والاختصاص. وقد قيمت كل لجنة مجموعة أفكار عرضت عليها من أصحابها لمدة 3 دقائق خصصت لكل عرض، وذلك بعد أن اختار أصحاب فكرة من الأفراد والمجموعات اللجنة التي سيقدمون عروضهم أمامها بالقرعة. وأسفرت عملية تقييم العروض عن اختيار 12 فكرة للمرحلة المقبلة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، حيث يتم عرض الأفكار المتأهلة على لجنة من الوزراء ليتم اختيار المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية. وتأتي مسابقة الابتكار الحكومي بهدف تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها محركا رئيسيا للتطوير وبلورة الأفكار الخلاقة، وإتاحة الفرصة لإشراك موظفي القطاع العام في بلورة الأفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته ومخرجاته وفقا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تستند عليها مختلف البرامج والمبادرات.